بسرعه كبيره يا طلال. يقف الاجنبي طبعا وانا بناخذ من وقت عبد الهادي بن حمد بن هدوان الاسم المرتبط بالطلع صاحب المركز الثاني في بطوله الطلع في اول نسخه. ابو حمد متواجد اليوم معنا في المزاين الثاني في مركز ثاني في الطلع لكن اسمك مرتبط بالطلع. الحمد لله. اول شيء السلام عليكم، مسيكم بالخير ومسي الربع اللي وراء الشاشات وهل عنا. والحمد لله هذا سادس انجاز لي في الطلع بالنسبه للمرمي والحمد لله. والسنه الحبارة الحيه غير ومرمي غير، حتى في النهائيات كانت غير في الطلع وفي هدد التحدي. و زمان جاي كم واحد يشارك ابو حمد؟ والله انا اقول لك الله يعين ابو مبارك وقروبه، اكيد من الله العالم توقعاتي من 400 الى 500. والله انا عارف الحين ناس من الحين يبداوا يشترون، وحتى الطالع ارتفع سعره. نعم اي نعم، فالله يوفقنا وياهم ان شاء الله اجمعين. يا ابو حمد احنا نشكرك على تواجدك هنا في المزاين وموفق في السنه الجايه وكل السنوات باذن الله. واشكرك انت واشكر ربح لانه وانتم ما قصرتوا شهر كامل واحنا نشوفك هناك. الله يعينك. هم الله نشوفك الزمان الجاي ان شاء الله. حق واجب يا ابو حمد، حق واجب بدي خشمك. طبعا طلع هاي الاجواء هنا في بوابه المزاين. من شوي دخل وزير البلديه محمد بن عبد الله رميحي. نرجع لك ابو محمد. ما يوصل هناك صح؟ بعيد بعيد. وينه قاعد ولا قايم؟ لا واقف. روح كلمه قول له تعال بيك. وينه؟ خلنا ناخذ هنا توصل الكاميرا. بلا توصل. كيالي. ما اتصل عاد. ما اتصل. الو. هلا حبيبي هلا. الشيخ فيصل بن قاسم. يلا ايش حالك يبا؟ ايش حالك طال عمرك؟ بشرنا عنك، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. اوكي يلا يا سام سام باي. اوكي شوية. ايه جاهز. شكرا طلال، يعطيك الصحة والعافية. طبعا تحية لك اخوان عندك في العنة. أمانة أجواء عندي هنا ولا أروع. المسابقة المزاين دائما هي تاج مرمي في نهاية الموسم. بأمانة الأجواء هنا خيالية. تعودنا دائما الشيخ فيصل بن قاسم يعطيه الصحة والعافية، بيض الله وجهك طال عمرك، حضورك الدائم في المهرجانات هذه. كلمني اليوم صفوة الصفو اليوم من الطيور وحضورك اليوم معهم. والله يا أخوك يعني الصراحة الشيء هاي شيء أول شيء إنه ما قد صار، يعني لقيت شفناه في اي مكان من جسمه. وقطر يعني صراحه مع السنوات هاي الاخيره اهتمت بهذا الجانب، واحنا اليوم نشوف صفوه الطيور وصفوه الشباب اللي هم اليوم مهتمين به، والحضور اللي موجود اليوم نشوفه عيالنا شلون
حضورهم وابتسامتهم مبتسم، كل مبتسم يعني، ويعيد ذكريات القديم، لأن ما في واحد من بيت قطري إلا ولا ذكريات أكيد مع أبوه مع جدة في طير، تسمية طير، حتى أسماء الطيور، وذي يعني كل عنده ناس لهم تاريخ في هذا الشيء. فهذا شيء يعني صراحة أول شيء يشكرون القائمين عليه، ويشكر عليه يعني كل من قام فيه على هذا الشيء وكل من تسبب فيه، لأن أهم شيء أن اليوم هذا يعني حدث من أحداث اللي هي التراثية والأشياء القديمة اللي كانت موجودة في قطر ما قبل البترول، كانوا الناس يعتمدون عليها، وكان كل بيت عنده طير، وكل بيت هوايته هذا الصقر كانت عندهم هواية، وكانت هواية يعني وفيها مارة وفيها تحديات في الصقارة، تحديات بالصيد، وتحديات بأنواع الصقور ومعرفتها، هذا الشيء كله. واليوم أشوفه قاعد يرجع، هذا الشيء قاعد يرجع بين شبابنا وبين شيء. إحنا اليوم نشوف النشأ ونشوف يعني لحضور اليوم كثير من العيال اللي هم لسه توهم طالعين ومهتمين بهذا الشيء، ونشوف الله يسلمك من أكبر الشخصيات اللي في بلد من شباب وشيبان ومسؤولين كبار، وعلى رأسهم نشوف الشيخ جاسم بن حمد موجود هنا، ونشوف أخوانه وعيال عمه وجماعته وأهل قطر كلهم يعني من جسم موجودين، لأن هذا الشيء له تاريخ معهم ولهم ارتباط معه. نتمنى لهم التوفيق ونشكرهم على هذه الفعاليات، ونشوف اليوم احنا نخبة من الطيور الموجودة اللي تجمع يعني اللي هي يعني الصراحة ما توقع كان الواحد ان يكون هذا الكثرة من الصقور والطيور الحرار والشجر والسود وغيرها انها موجودة في قطر. هذا الشيء يعني اول شيء يلفت النظر والاهتمام، ويعني الحمد لله وعيالنا مشتركين في هذا الشيء، وفي ناس مشجعين، وخاصة يعني احنا انا اشوف يعني عندي اصدقاء خارج قطر، ويمكن اليوم حتى على بعض الدول العربية من بعيد، يعني احنا نقول في ناس يمكن في ليبيا وفي الجزائر وفي ذي يتابعون تلفزيون قطر ويتابعون هذا الشيء، وهذا الشيء يعني مهم جدا لنا، ومهم يعني ان احنا احيانا تراثنا. نشكر القائمين عليه ونهنيهم، وعلى رأسهم نهني صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد على هالنجاح الكبير في بهذا الموسم، خاصة كله باهتمام الطيور وباهتمام الصقور. نتمنى التوفيق، ونشكر الشيخ جاسم والشيخ جوعان بعد على اهتمامهم بهذا الشيء، ونشكر القطريين اللي شاركوا، ونشكر حتى الناس المشاركين في هذا والحاضرين، ونشكركم انتم تلفزيون قطر على بعد اهتمامكم بهذا، ودائما معاكم احنا. شكرا. الله وجهك والربع في العنة هناك يشكرونك على المواتر اللي دائما داعمنا في برنامج العنة، ما شاء الله واقف. شكرا لسمك. بيض الله وجهك، شكرا عمرك، يعطيك الصحة والعافية. عزي ولدي تأخذ مني تسمع. حياك. حياك. ما شاء الله، احنا تكلمت عن النشأ، تكلمت عن الشباب الموجودين، كلمني عن اليوم ما شاء الله الحضور هذا، والطيور، شفت طيور؟ شفنا الطيور ما شاء الله، الطيور هالسنة يعني أنا الحمد لله أجي مع أبوي كل سنة. لكن هالسنة ما شاء الله الطيور مسكتة الصراحة. إيه. بيض الله وجهكم، يعطيك الصحة والعافية، وشكرا على السيارات يقول الألف العنة. الله يسلمك. بيض الله وجهك. طلال، أجواء خيالية بكل أمانة، صفت أجمل طيور الأرض متجمع اليوم هنا بأمانة، قاعد نشوف شيء خيالي بكل أمانة، بدون أي مغامرة، أي مثلا تباهي فيها، لكن بأمانة الشيء هذا يرفع الرأس. عندك يا طلال. بيض الله وجهك. الله يسلمك.
اهلين. ايه يلا تستون. تست 1 2 3 تست 1 2 شلونك الشيخ؟ مساك طيب الله يسلمك طول عمرك. لا عبد الله. مساك طيب طول
هو اذا عنده باك ستار ياخذ كاس بيجي وقف عندي من ورا تاخذ كاس وتحطه عندك يدفز عندك رجال يشتري وينزل اذا نزل اذا نزل وراه النار خلاص تقول لي خليك كذا كذا عد منا عد ما فوق عد ما خليك كذا عد الميكروفون شغال افتكر انا صوت ركز على السلطان قول يا جماعه كل من وين الناس اللي هناك وين بتصلي بس خلاص بس يبلغهم يقول لهم يا جماعه ترى انا اتوقع كذا يلا جاهز يلا عط اصور ابي طال عمرك لايف ولا لايف لايف لعنا شو يقول ابراهيم حط الكاميرا على الشاعر كيالي ايوه يلا شباب الو هلا ابوي نظف العدسه يقولك نظف العدسه عايض من غيده ايه يلا لا تكفى ايش عندك دقيقتين قبل الفاصل يمشي ولا لا بعد الصلاه بعد الصلاه امور طيبه شوف المهرجان بيبتدي عقب لا لا عقب الصلاه بناخذ قبل يبدا حبيبي انا اللي بجلس هناك خليك على ما نحن ما نحن بس خلي قريب ليش شفتني يزرقني بس وضبط القصيده ان شاء الله يا بعد قلبي حبيبي لا طلع شيخ جازم اسلم عليه موجوده هذه موجوده اي والله ما شيء الصبح بخليه يجي داخل
ما يفرق هذا على المدير. انت شنو خلك عينك علي؟ هاي بس زين بس؟ ما في حفل شلون بتقول بيطلع؟ لا بيطلع الحين. حطه هنا خلص شاف بعد الصلاة على طول
خليفة خليفة تسمعني الحين؟ خليفة خليفة بسلطان خليفة بسلطان تسمعني؟ هلا بسلطان تسمعني؟ سلطان تسمعني؟ حمد يا مخرجنا الحين اسمعك انت تسمعني؟ اي اسمعك اوكي اوكي بس خلاص بس خلي تشيك راشد يسمعك ولا لا راشد تشيك عليه الو بسلطان اسمعك اسمعك بس صوتك يزيد ويكسر يا سلطان حمد انتم ما تحتاجوني انا يعني احتياط انا مخلي التواصل ها احتياط يعني اوكي وياك وياك تسمع واضح اسمع ها
عليكم. شكرا لكم. قلنا خلاص بنبدا حماد التايم عندك. الرجاء الجلوس على المقاعد لو سمحتم. الله يعطيكم العافية. الرجاء الجلوس على المقاعد. شكرا لكم. حضورنا الكريم، الرجاء الجلوس على مقاعدكم وشكرا لكم. الرجاء الجلوس على مقاعدكم. صالح نفس الاتفاق نفس الاتفاق ان لا حد يخلص لين حتى مع بعض تخلصون تطلع زين لا حد يخلص ويطق هذا الجهاز خلنا خلصنا كلنا طق الجهاز خلاص واللي عنده ورقه ولا عنده شيء يحطها قدامه لا تقعد تدور صالح صالح كان عندك ورقه خليها تحت حطها هني قدامك حط حط الجلاس عليه حطه ورا الميكروفون هلا لا لا اون اوبن اون
رجاء الجلوس على مقاعدكم لو سمحتم. اخواني اللي عند البوابات استريحوا، الله يحييكم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله أن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، أصحاب السمو والسعادة والشيوخ والوزراء، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في الحفل الختامي لمهرجان قطر الدولي التاسع للصقور والصيد مرمي 2018، والذي تواصلت فعالياته على مدار شهر كامل تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. يعتبر مهرجان مرمي من أكبر المهرجانات المتخصصة في مجال الصقارة والصيد على المستوى الساحل العربية والعالمية، لما يمتاز به من مقومات جعلته يصل لهذه المكانة المرموقة في عالم الصقارة بأيدي وخبرات قطرية عاما بعد عام، شاهدا على روح المهرجان وعلى هويته القطرية. ولقد شهدت النسخة التاسعة من مهرجان مرمي نجاحا كبيرا على كافة المستويات من عدد المشاركين ونسبة الحضور وكسر الأرقام القياسية السابقة في البطولات والأعداد القفيرة للزائرين لموقع المهرجان. وعكست النسخة التاسعة نمواً ملحوظاً في نسبة الصقاقير من الفئات العمرية الشابة، محققاً أهداف المهرجان في حمل رسالة صقارة إلى الأجيال القادمة في دولة قطر والخليج والعالم أجمع. وقد تميزت النسخة التاسعة من مهرجان مرمي إضافة أشواط الجير في بطولة الدعو، وإضافة فئة الحر الأسود والأدهم إلى بطولة المزاين، واتسمت هذه النسخة بتغطية الإعلامية المباشرة والبرامج التحليلية المصاحبة على قنوات الكأس طيلة أيام المهرجان. ضيوفنا الكرام، خلونا نشوف معاكم مقتطفات من النسخة التاسعة لمهرجان مرمي في هذا الفيلم القصير من إعداد فريق قناة الكأس.
ضيوفنا الكرام، نبدأ وياكم الحدث الأبرز لهذه الليلة، ولا يكتمل عقد المهرجان إلا بهذه الجوهرة، بطولة المزاين. فلنرحب بلجنة تحكيم بطولة المزاين، بداية مع الحكم الثالث السيد مرزوق بن فالح العازمي من دولة الكويت الشقيقة، رئيس لجنة المزاين السيد عبد الله بن حمد المحشادي، الحكم الأول السيد صالح بن محمد الكواري، الحكم الثاني السيد علي بن سعد النعيمي، الحكم الرابع السيد خالد بن سعيد الصليطي، الحكم الخامس السيد فيصل بن سالم الحنزاب، مراقب الحكام السيد محمد بن ناصر النعيمي. كل التوفيق لكم يا أخوان. طبعا حضورنا الكريم ومتابعينا الكرام في هذه الفقرة بتكون معنا فقرة للتعليق على هذه البطولة، بطولة المزاين، بيكونون زملائي وإخواني خليفة بن سلطان الحميدي وراشد بن عبد الله الخاطر يعلقون على هذه البطولة بالتأكيد وعلى بطولة المزاين بشكل عام في وصف الطير. كل التوفيق لك يا أبو سلطان، عندك الكلمة أخوي سلطان. سعادة الشيخ جوعان بن حمد راعي الحفل والجمهور الكريم، في ختام مهرجان مرم التاسع واليوم في أغلى الأشواط في العالم والوطن العربي، مرحبا عبد الله. مرحبا عليكم السلام، مسي على الحضور على رأس سعادة الشيخ جوعان بن حمد راعي الحفل والجمهور الكريم. طبعا اليوم في مهرجان، اليوم الختام مهرجان مرمي، عندنا اليوم المزاين، مزاين الحرار، حرار الشجر وحرار السود. طبعا بنعطيكم فكرة عن أول شيء عن طريقة التحكيم. يبدأ عندكم الرأس ودرجات الرأس من العين والقحفة الضبة المنخر، بعدين يبدأ عندكم النحر من العاتق والمناكب والثندوة الريش. طبعا بعدين عندكم يبدا الظهر، حاليا يعرض عليه الادهم، عندنا الادهم اللي هو الاسود. فعبد الله طبعا الطيور هذه، هذا الشوط من الاشواط اللي كثير من الناس طالبت فيه وتكلمت عنه، والقائمين على المهرجان وفوا الامنيه حق الربع. اعتقد ان الاسود فيها جمال تستاهل الناس تشوفها وتتابعها. طبعا الأسود معشوق الحكام والناس اللي تحب الصيد، ومعروف الأسود بشراسته في الصيد وسرعته، وكثير من طبعا كثير من الطرايد اللي مثل الحمارة ما توقع الأسود من تهابه، لونه مقارب للعقاب، فهي تهابه، فالحمارة دائما تطير من الأسود، فهو دائما ممتاز بالسرعة، ممتاز بالشراسة، ممتاز بالكبر، الحجم، اللون. بعد الله دائما في مسابقات الجمال يكون الطير يعني في أشياء تبرز جمال الطير، مثل القحف، مثل ما ذكرت أنت قبل شوي عن اللي هو درجات الجمال. يعني دائما الطير اول ما يبين فيه وجهه ومنحره من قدام هو اللي يعني تقدر تميز عليه او تاخذ انطباعك الاول عنه. طبعا الطير اكيد كذلك سابعه الطير، يعني في اشياء يعني يستدل بها المحكم او من الجمال، مثل مناكبه وارضه او يعني قصر ساق الطير، والاشياء اللي دائما الحكام يركزون عليها هو اللي تبني عليها اراءها الحكام. نعم، مثل ما قال يعني عندك مثل ما قال الشاعر، فرخ ومجهم كل ما فيه معشوق، طرح الشبك مجلوب من يمة الشاب،
أحري وأقول إنه من الظلم وأثوق سنجار حروة ما كره به ميسام 17 في الطول والعرض ما يفوق ما يرنمهم إنهم واقفين بين الأرقام. دائما هالطير وهالمقناص يعني فيه نادريبك عبد الله من الناس اللي تحب الدهم فتلقى الناس مختلفة في أذواقها في فالدهم يعني أنا أعتقد إن الجمهور كبير في عندنا في قطاع خاصة وفي الخليج عامة لكن هل أنت تشوف إن نشوطها أنا أتوقع أن نشوطها بيكون شوط يعني ناري. طبعا الشوط بيكون ناري لأن الطيور الموجودة نارية. أعتقد أن عندنا الحمد لله فضل الله فضل حكامنا وشيوخنا جاءت أفضل الطيور من السود ومن الدهم جاءت من يعني وصلوا مواكرها الدهم والسود ما كانت يعني من الطيور اللي تلفي وتنطر عندنا قريب فراحوا تعنولها من مواكرها في منغوليا وفي الصين وفي فجات عندك الحين نخبة الطيور هذه من أفضل أنواع الطيور السود والدهم الموجودة في يعني على مستوى العالم كله أنا أقول لكم يعني هذه النخبة هنا موجودة. عبد الله دائما السود يكون فيها ضخامة أكبر من يعني أكثر دائما هي تتصف بالكبر أكبر من الطيور المغاتير. شوف عندك السود تتصف أول شيء بالكبر تتصف بالمجس دائما يجيك الطير الأسود عاري ريش تحس وجبر في جبر المناكب جبر الفخذ كله تحس فيه جباره الأسود وبعدين مثل ما قلت لك الطير فيه يجيك طير شرس طير قد ما تهد قد ما يعطيك أسود قد ما تهد على الصيد صيد أكثر شراسة يعني إيه يعطيك شراسة ومثل ما قلت لك طير مشهور بالسبك لكن يعني قد ما يعني بس بتكلم عنها لكن راشد أنا أعتقد إن حتى على مستوى التحكيم على الحكام الموجودين من الأشياء المميزة عموما في الطير بشكل عام يعني في كل الألوان دائما فخذ الطير وأرضه تعطيه بعد نوع من الجمال يعني دائما الناس تدور على الطير القصير الهجر أكيد طبعا قصر الساق هذه ميزة في الطير جل الأصبع عندك المخلب لا يجيك طويل ولا يجيك قصير ولا مقوس زيادة ويجيك في نهاية المخلب يكون حاد شوي يكون ظهر المخلب مبروم شوي وبطن المخلب يجيك سيدة هذه يعني تعطيك حتى في قبضة الطير تعطيك القوة تعطيك حدة في المسكة طبعا اذا ما يجيك بعض كفوف الطير يجي فيها الريشه اللي يسمى شنغار هذه من المواصفات النادره في الطير هذه بعد تجيك في موجوده في الجبل الاشقر والمغتر الاشقر مثل ما تجي في الشقر يجيك في الدهم والسود لكن ابو عبد الله دائما في درجات الجمال وفي المزايا دائما يخص في الطير مثل الاسود تعتمد على بعض الاشياء الاساسيه عشان ان الطير يكون مؤهل انه يدخل مسابقات مثل هالمسابقات اللي مثل دي يعني طبعا اللون عامل اساسي في الموضوع لكن دائما الناس تبحث عن الطير الادهم او الاسود اللي صدره من قدام مسكر بطريقه الوحش مش اللي هي اللحوت قصدي ان للتفاريخ او اللي فيها السرجين تلقى لونه زايد في السواد مثلا صبه واحده كامله لا يجيك مثلا اللي هو دائما الاسود يجيك عندك هنا عند الفرسه يجيك اغلب شيء يجيك هو المسكر كذا ومن تحت شوي كل ما جيت يجي فيه فتوق بسيطه بين السواد هذه دائما تجي في السود يجيك الاسود يجيك راسه كامل ما يجي فيه مدامع مسكر يعني اي مسكر يجيك المدامع يجيك اكثر شيء في الدهم كل ما قلت درجة اللون جاتك المدامع في بعض الدهم مش كلها طبعا لكن في بعضها طبعا مثل ما قلت انت ميزة الدهم هذه في درجة اللون
في الصقار يختار على درجة لونه، يختار على حجم الطير، على سبعته، مناكبه، يعني في أمور على مجس الطير. فمثل ما قلت لك الطير الأسود طير مرغوب ومحبوب وطير نادر وطير مقناص من الدرجة الأولى يعني. والله يا راشد على ما نشوف يعني الله يعين اللجنة، أعتقد أنهم في وضع لا اللجنة نطلب لهم التوفيق إن شاء الله. ما شاء الله هم كفوا صقاقير وعانس الطيور هذه وما جاءوا في المكان هذا إلا هم أكيد قد المسؤولية وبيختارون إن شاء الله يعني بيختارون الطيور الطيبة بيختارون ما راح يعني إن شاء الله. لكن راشد الحين في 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 مزاين السود هل يفرق ظهر الطير إذا كان مثلا يعني أكيد إحنا بس عشان إخواننا اللي مو على دراية في الموضوع فإحنا نحاول نفسر لهم بعض الأمور اللي أكيد إن أكثر جمهورنا حافظها لكن في بعض الناس مو بحافظها. يعني هل يفرق إن الطير اللي ظهره سادة من طيور الدهمان اللي قد في ظهره مثل التنجيم صغار مثل الدق الدبوق صغار؟ طبعا نبي نوضح يعني نقطة اللي هو مثلا الطير الأسود يعني ما يجي فيه دق اللي هو مثل الودع وهذا ما يجي فيه الأسود هذا. يجي بعض السود يجيك أو كل ما قلت درجة لونه يجيك فيه نمش خفيف يجي من أطراف الريش يجي فيه بعض الجناح وعندك بعض الذيل يجي فيه نمش خفيف جدا. طبعا أكيد كل ما صفى الأسود كل ما صار أفضل وأزين. مثل ما قلت لك النمش ما يعني ما المجهم أو الأسود ما يجي فيه. احنا نشرح المعلومة بس حق بعض اخواننا اللي يتابعنا مو مش ملم في 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 الطيور وفي نوع انواعها وفي شو الدرجات اللي تفرق في اللون وفي الشكل وفي الزين وفي فهمت. فيعني هذا اللي احنا نتكلم عنه عشان بعض اخواننا اللي متابعين اكيد يتابعونا عبر الشاشات ناس مو هو يعني هالطير لكن نحاول نوصل لهم المعلومة. طبعا مثل ما قلت لك دائما نشوف الاسود يتميز بقحوفه يجيك له قحوف يجيك لها يجيك عينه وسيعة ويجي دائما بعض يجي قد لغدا لعاتك جاك بعد أفضل وأكثر رغبة. عندك سبلة الجناح مثلا هذه بعد من المواري الطيبة في الطير وذيل الطير إذا قد يعني ما في شيء ما في دقوق ما في خصلة بعد فتشت أباط الطير من داخل جناحه أباطه يجيك فيها السواد ما يكون فيها بياض زايد هذه بعد تكون ميزة لصالح الطير في خصوصا في التحكيم وهذا تعطيه ميزة يعني وتعطيه درجة أفضل من باقي الطير لو كان فيه شوية بياض زايد في أباط الطير في دواغره وفي أماكن هذه. راشد عاتق الطير دائما من الأشياء اللي تميزه يعني ممكن يعني هذا الجزء البسيط من جسمه ممكن يودي فوق ممكن ينزله تحت يعني اذا كان طير له عاتق في ممكن يحصل على درجات اكبر غير يختلف عن الطير اللي ما له عاتق فهي نوع من شيء من الجمال. أكيد طبعا كل ما طال عاتق الطير كل ما اعطاه. بالنسبه للاسود عندك هذه اللحيه اللي من تحت ضبط الطير هذه كل ما كانت سودة كل ما يعني هذه نادرة تجي وتجي في السود عامة تكون يكون الأسود هذا نادر لما يجيك اللحية هذه فيها سواد ما مش بيضة ولكن هذا طبعا ما يعيب الطير إنها لو كانت بيضة ولكن يعني هذه ميزة درجة عالية في الطير. العاتق طبعا العاتق كل ما كان طويل وكل ما كان مسلوب مع الراس ما يكون يعني عاتق وراس مثل صغير مختلف هذه تعطيه ميزة أفضل من غيره عشان الشكل الربع في اللجنة حط جزاه الطير إلى أكثر من يعني أكثر من عطوه أكثر من جزء يعني مثلا على مستوى الراس له درجات على مستوى النحر له درجات على مستوى السابعة فعشان الشكل أخواننا في اللجنة وزعوا الدرجات على جسم الطير كامل عشان يكون الطير متكامل يعني. صح نعم مثل ما تفضلت أبو مشعل توزيع الدرجات على أساس
اللون أخذ الدرجة الأكبر، لأن اللون هو الفيصل فعلا، يعني اللون هو الفيصل في الطير، يعني هو اللي يرفعه، هو اللي نزله، هو اللي قدمه بين الطيور، هو اللي وخره. باقي التفاصيل مطلوبة أكيد بالنسبة للرأس والمناكب، الفخذ، رجل الطير، يعني كفوف الطير، هذه كلها مطلوبة. راشد، المهرجانات هذه أضافت لنا أشياء واجد، أنا أعتقد من الأشياء هذه إن إحنا النفل في السابق قبل المهرجانات هذه، الطيور اللي مثل هذه مو كل الناس تشوفها، بس في المسابقة هذه أتاحت للناس كلها إن تطالع النوادر وتشوفها في قاعة واحدة. طبعاً مثل ما تفضلت، الطيور هذه ما كان يعني ما كان من أحد من الجماهير أو كلنا يعني ما كان استطاعت تشوفها، ولو بتشوف لك واحد عند واحد من ربعك أو واحد من يعني، لكن بتكون في قاعة واحدة وتكون أندر الطيور وأجملها وأكبرها وأغلاها ومواطنها بعيدة ومن دول كثيرة، اللي جاي من الخليج واللي جاي من أماكن ثانية اجتمعت فيها القاعة، يعني هذه ميزة كبيرة يعني. والحضور ما شاء الله، الحضور الموجود هنا تفرجوا عليها، ولجنة المزاين والشباب اللي يشلون الطيور يعرضونها قدام الجمهور ما قصروا، عرضوها كل شخص يطلب طير شلوا فرعوه قدامه وشافه وتفرج عليه وصوروه، يحتفظون طبعا يصورون للذكرى، لأن هذه ما راح تكرر مرة ثانية عندهم الطيور هذه، وفي مكان مجتمع في مكان واحد. راشد، أنا أعتقد أن حسب متابعتنا حق المواسم السابقة، أنا أعتقد أن السنة يعني مستوى الطيور أرفع من كل سنة، خصوصا بعد إضافة مزاين الأدهم والأسود. أعتقد أن يعني شافوا الناس الطير بيشوفون الطير الفاخر الأسود وبيشوفون الطير الأبيض كذلك، فأعطى الشوط هذا ومزاين مرمي أعطاه زخم أكبر. صحيح، تحضرني هنا قصة وسالفة سؤال عن أبو جعفر المنصور، قال أبي دلومة كيف حبك للصيد؟ فقال كحب المسجون للخلاص من القيد. فقال أي صقور تحب؟ قال أحب الصقر الطويل النفس والأسود الجنس، خاص الجنس الأسود. قال إذا صاد أشبع، وإذا أمات أوجع، يصيد الكبير ويعفي عن الصغير. والله أبو عبد الله، يعني هذه السود، الطيور السود، الطيور أنا أعتقد من الطيور يعني اللي دائما مميزة، يعني مثلها مثل الطير المغتر. طبعا أكيد أن الطير الكاشف وأكيد أن عشاقه أكثر، لكن بعد الطير الأسود ولدهم كثير من الناس يحبونه، الفعلة والحجمة وشجاعته. صحيح، طبعا العدد الموجود عندك من السود والدهم دليل على محبة الأشخاص الصقارين لها، وهذه الأنواع هذه احنا شفنا في معرض سهيل كم في طيور جات دهم وسود وعرضت في المزاد، وصار عليها مزاد وجابت أقيام عالية جدا. نعم، الصقار في اقتناء نوعية من الطيور هذه، ف مثل ما قلت لك هذه الطيور طيبة للصيد، شرسة، سريعة، طير مشهور بالسبق طير. وهو اصلا يعني ابو عبد الله، لو نتكلم مثلا عن سابعة الطير ودرجاتها، مثلا شو اللي مثلا انت كصقارة او مثلا الطير المستحب في مشاركة في المسابقات اللي مثل هذه؟ طبعا السابعة يعني المستحب في السابعة عرض السابعة، تناسقها مع جسم الطير، والطير إذا جاتك السابعة عريضة وزينة وكل ما نزلت تحت صار في تناسق بينها، ما يجيك الطير ألز، لازم الطير يكون فيه فجحة، تكون سبعة يعني جاي لين آخر الذيل يكون فيه تناسق، ما يكون طير سبعته كبيرة هو من تحت ألز، هذا شوية غير مرغوب. لكن إيه طبعا، لكن إذا جاتك السابعة عريضة ومسلوبة على تحت
مع الجناح مع كتوف الطير مع وانت محول على مدهنة الطير كان في تناسق كل ما صار وكل ما طولت كذلك ابو عبد الله ضبط الطير بالاشياء اللي كل السقاقين يحبونها. يا ليت يعني تقول لنا شو المميزات اللي في ضبط الطير اللي ممكن تعطيه درجات اكثر يعني. طبعا ضبط الطير يكون ضبة فيها تناسق ما يكون اقطم وما الطير ما يكون اقطم ما يكون او ما تكون ضبته طويله ونازله على تحت زياده على اللازم يكون فيها تناسق المنخر يكون وسيع. خليفة الحميدي وراشد الخاطر ولا أقطع كلامكم إلا بالخير حضورنا الكريم ومتابعينا الكرام. طبعا انتهت من تحكيم بطولة الدهم والسود عبارة عن 5 طيور راح نبتدي إن شاء الله بالحرار اللي هم عبارة عن 10 طيور بطولتين كلهم منفصلين عن بعض. كل التوفيق للمشاركين للجنة التحكيم. أرجع لك خليفة الحميدي وراشد الخاطر ثاني مرة. عبد الله بطلت اليوم الحين بدأ الشوط اللي هو الشوط الرسمي اللي هو احنا متعودين عليه كل سنة وعارفينه اللي هو شوط الطير الأبيض والأشقر. يعني انت بتقول الشوط الناري. نعم بالضبط هذا الشوط الناري هذا يعني ما شاء الله احنا شفنا في القاعة نوادر الطيور شفنا طيور انا السنة شفنا فروخ جاتنا فروخ ما شاء الله فروخ نبطين منها فروخ بيض فروخ شعل فيهم فرخة شعل فيهم فرخة يعني قرانيس طيبة ألوان. عبد الله لو نرجع حق مثلا اللي هو التقييم مال الطير الحر الأبيض اللي هو الأبيض والأشقر والأسود. نعم. في بعض الأشياء مختلفة شيء بسيط اللي هو مثلا على سبيل المثال في الحر الأبيض مكتوب لك مدامة مثلا هناك ما في. صحيح. فأنا أعتقد إن عشان إن في الطير الأدهم والأسود مش 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 مؤثرة لكن في اللون الأبيض مؤثر جدا. طبعا هي المدامة حتى تأثر في تأثر في نظر الطير يعني إيه نعم وجه الطير يعني رقبة الصقار طبعا كل ما صفى وجه كل ما صفى الطير نفسه كل ما صفى جنسه يكون جنس الطير يكون أقرب يعني الحر الأصيل الحر اللي إحنا نعرف الحر الفارسي اللي نتكلم عنه مثل ما تكلمنا في يعني يجيك الحر الفارسي الحر الفارسي اللي نقصد يعني عندهم مسميات ثانية على هذا لكن احنا قصدنا الحر اللي احنا نعرفه يعني اللي هو متعودين عليه شيباننا واللي هو الطير الديره الحر الاصيل الحر اللي حتى يوصل عندنا هني في سنوات ماضيه كان ينطلع عندنا يجيك صافي انطرحته فرخ زان وكل ما له في ازين كل ما له في لون احسن لكن عبد الله يعني في التحكيم او في المسابقات اللي مثل هذه من جمال الطير اللي هو منطح الطير اللي هو اول 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 مشهد لك يعني اللي هو منحر الطير ووجهه فانا اعتقد من الاشياء الجميله والاساسيه في اي طير يشارك في مسابقات شبيهه هالمسابقة من الأساسيات إن يكون الطير مثلاً كل ما كشف رأسه كل ما صار له قحف وزالت عينه وضبته ونحاره تعطيه أفضلية في المنافسة. يعني الطير الأشقر الطير اللي هو يعني الطير المتناسق لازم يعني يكون يجيك الرأس الكاشف صافي اللي بدون مدامع العين البارزة العين اللي كل ما استدارت العين كل ما زان عليها القحف كل ما كبر قحف الطير على خط العين الصدر الكاشف اللي فيه دق ما بالمثلا اللي هو الأدرع هذه ممكن تجي من الكبر هذه ممكن تجي من الكبر يعني تجي من الكبر نعم يجي أغلبها يجي من الكبر وهذا يعني غير مستحب لا مش ميزة في الطير يعني ممكن حد يعطيها لكن هذه مش ميزة في الطير في الأشقر طبعا عموما الطير عبد الله هو تناسق
يعني لازم تلك. لازم مثلا راسه وعاتقه والحره وكذلك عرضه وقصر ساقه ولفجحت الطير. الطير هذا الطير الاشقر طير التناسق، طير التناسق حتى طير الظهر عندك الظهر في بعض الشقر يجيك فيها نماش يجيك فيها دق يجيك وهذه بعضها حتى هذه يعني تعطي جمال ما تعطيها ما مش يعني عذرون يعني تعطيها يعني مستحب المستحب انه يكون الطير صافي صافي طبعا صافي مستحب لكن عموما يجي في هذا يجيك يعني حواف الريش كل ما شكرت كل ما قربت من الشجار كل ما قربت من حواف الريش الظهر كل ما قربت من الشجار كل ما زعنت كل ما غدت يعني من البياض طبعا افضل وافضل. عبد الله عموما درجات الطير هي كلها موزعه عليه يعني ممكن يجيك طير مثلا كل ما منه زين لكن على درجه ظهره ويفوز مثلا تكلم لك لكن خص المسابقه هذه تعتمد على جمال الطير الكلي طبعا هو الاساس فيها اللون طبعا التميز للطير يعني اللي بياخذ رقم واحد بياخذ الريشه الذهبيه وبياخذ الجائزه الكبيره اللي 750 700 ألف طبعا المتناسق اللي بيكون الابيض بيكون الراس الكاشف بيكون صافي الوجه بيكون الظهر الخالي من الدق مثلا والفجحة الزينة يعني سواد العين مثلا ما يقول الشاعر سواد عينه في بياض الحجاجي من جاصين سيق والبن محروق سود احداد في كحوفه لواجي عين العديم نغيض في وجه زاروك طبعا طبعا الاولين ما خلوا يعني ما خلى شيء في جمال الطير الا مقصده فيه وتكلموا عنه ابو عبد الله وخصا في وجه الطير ودائما دائما يمدحون الطير في وجهه وفي عينه دائما اكثر المدح فيه ودائما حتى المدح على مستوى الظهر على مستوى النحر فهذا هو الطير اللي دائما الناس تحبه وتعشق تشوفه هذا يعني شوف يعني تقدر تقول هذا بين عاشق ومعشوق بالنسبه للطير الابيض وبين الشاعر القانص وبين الطيره دائما فيه الوصف ياخذه بالوصف ياخذه بوصوف الطير ودرجاته وترتيبه يعني هذه كلها كامله ثم تفضلت ابو عبد الله وعندك درجات على 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 متر مثل مثل اصابع الطير يعني في يعني الربع الله يجزاهم خير ما خلوا شيء عشان كل طير ياخذ حقه ممكن يكون طير متميز مثلا في لونه وعنده درجه اقل في الظهر مثلا بس لان الطير موزع على كذا جزء من جسم الدرجات موزع على كذا جزء من جسم الطير فممكن كل طير ياخذ حقه شوف اي طبعا هي درجات موزعه يعني مش انه طير فيه كذا وخلاص هذا لا هي كل نقطه في الطير لها درجه يعني اللون له درجة، الرأس له درجة، النحر لها درجة، كفوف الطير له درجة، حجم الأصابع الطير ما خلوا شيء كلها لها درجات لو نزل في درجة ما تنزل من باقي الدرجات ممكن ترفع الثانية لو نزل كان عنده نقص في مكان يعني ممكن إنه يعوض يأثر عليه يعني ممكن يعوضه بأشياء ثانية فكلها موصلة لدرجات موزعة على بس الأساس اللون بعد الله اللون هي عليها 40 درجة ودرجة كبيرة يعني وهي الدرجة المهمة وهي الدرجة هي اللي ترفع الطير يعني جاني طير أنا ضبة وكفوف وهذا وهو خضر مثلا وش اللي يجيبه هنا فيه؟ لا يكون الدرجة لها هي المقياس الدرجة اللون الشوط هذي أبو عبد الله ما يعني مو مؤهل حق أي طير لا طبعا مش ما هاي النوادر يعني انت عندك النوادر الحين هذه النوادر الطيور خصص للنوادر اي طبعا ما شاء الله احنا نشوف المشاركات ما شاء الله يعني رقم كبير لكن الخطوه الاولى انك تدخل بين العشره هذه الخطوه الاولى ثق كل شخص جاب طيره وتعناه ودخل بالقاعه هذا انجاز له وطيره ان شاء الله طيب ما فيه قصور لا بس انا اقول لك عن المسابقه هي دخل من ضمن العشره هي الهدف الاول هذا الانجاز الحين
هو أنجز أنه دخل من ضمن العشرة اللي اختارتهم اللجة بين فوق 85 طير تقريبا. هذا إنجاز كبير جدا وهذا فوز. أشك أن الواحد اللي خذها طلع من الرابع لين السادس لين العاشر أنه يعني خسر، لا أبدا ما خسر، مجرد حضوره ومشاركته مع أخوانه، حضور الشيوخ والجمهور الموجودين في القاعة، هذا إنجاز كبير له. طبعا نبقى بعدين على المراكز الثلاثة الأولى. الأول يعني أخذ هذا، يأخذ الأول على هذه الطيور النخبة هذه، هذا إنجاز كبير جدا. عبد الله الشوط، الشوط من أصعب الأشواط في الخليج كله، يعني الطير اللي هو يفوز في مربي هو أصعبها يعني. هو أصعبها، فهمت؟ خصوصا أنه يعني يتنافس مع كم كبير من الطيور ويخضع حق عمليات فرز وفرز وفرز لين يطلع العشرة. صحيح. فيعني أنا أقول لك يعني أي واحد يدش مع العشرة فهو أكيد إنه حقق حق نفسه إنجاز. أكيد طبعاً. والباقي توفيق من الله وعلى مستوى طيرة ممكن هو يروح في هالعشرة وين يروح الله العالم يعني. تقييم لجنة الحكام واللي هي إحنا طبعاً كلنا نثق فيها، بس إنه شوط صعب. أكيد شوط صعب، شوط طيور الملاوين، طيور الكاشفة، طيور النوادر، طيور اللي صعب تكرر، صعب تلاقيها، مو كل سنة بتلاقي لك مثل هالطيور هذه، الطيور الطيبة، الطيور الملاوين، الطيور الكاشفة. بعد الله الحين ممكن مثلا بعض المتابعين يتابعون المنافسة هذه، بعضهم الحين مش ملم، لكن يا ليت احنا نتكلم مثلا عن نبدأ بجمال الطير من فوق لين ننزل تحت، يعني نبدأ من رأس الطير ونتكلم عنه عشان بعض الإخوان اللي هم مو فاهم ممكن عندل حتى المصطلح عشان هو يقدر يفهمه بسرعة. طبعاً من تبدأ من فوق من عندك من الرأس، رأس الطير يجيك الطير رأسه متناسق مع جسمه، لا بالطير كل ما يعني لا بالصغير صغير ولا بالطير رأسه اللي متعدي حجمه، يجيك الطير متناسق مع جسمه، العين يجيك عقب العين، سواد العين يعني العين الوسيعة، بعدين يجيك القحف، القحف إذا كان بارز مغطي العين، وتبدأ بعدين عندك الضبة، الضبة عرض الضبة تناسقها مع لا بالأقطام ولا مثل ما قلت لك، والمنخر اللي هو المنخر عشان نوضح بعض اللي تابعنا، المنخر اللي هو فتحة الخشم. فتحة الخشم طبعا أكيد يعرفون فتحة الخشم، بعض الناس اللي هو مش ملتها فتحة خشم الطير، كل ما وشيعات كل ما كانت في يعني ما هم مرتفعة من فوق عند الضبة من فوق، لا يجيك متكانها صحيح تناسقها يعني مع ضبة، نعم مثل ما قلت لك تكون وسيعة وتكون القمعة هذه القمعة أو الحبة القمعة اللي في المنخر تكون موجودة، يعني تعطيها ميزة أكثر. طبعاً عقبها يعني ما يجيك مثل مرض ولا شيء تروح لك الحبة. يعني لو شفنا مثلاً الدرجات عبد الله تلقى عقب مثلاً الرأس يجيك النحر العاتق وكبرة المنكب والدواء وخف الريش، يعني خوف الريش الطير كامل يعني الطير طبعا الطير عبد الله كل ما زال عاتقه وطال عاتقه يعطيه جمال اكثر. طبعا طول العاتق هذه ميزه بالطير، موصف الشعار وصف طول العاتق وزينه وكبر المنحر كبر الصدر وطول الصدر والمنكب وبروز الثندوة، إذا كان الثندوة الطير متقلطة قدام هذه لها بعد ميزة، يحبونها الصقاقير يتباشرون بالطير هذا إنه طير سبوق اللي انحرم المواصفات اللي يدورها الصقار دائما، إن الطير هذا فيه محاري سبق فيه كبر الثندوة هذه وبالجماله بعد عبد الله المنكب يعني الكبر منكبه أعطى جمال أكثر. المنكب كما تناسق كما المنكب الكبير هذا بعد حتى بعضهم يوصفها بالعجار يعني يوصفون الكبر المنكب. وأبو عبد الله دائما بعد الظهر مهم، طبعا عرض سابعته ودق يعني ظهر ليش ظهرت تبت الظهر اختلفت. نعم مثل ما تكلمنا تحددت بلون أبيض مثل ما قلنا لك
الظهر اللي هو السابع، تبدأ من السابعة تطير، كل ما وسعت السابعة تطير جاتك حواف الريش يعني بيضة، حواف الريش كل ما من الشقار للبياض هذا يعطيها ميزة، صفاوة الظهر ما يكون فيه الدق أو الرش النمش هذا، كل ما صفى الطير كل ما صار أفضل، كل ما أعطاه درجة أزين للتقييم لاختيار السقار نفسه أصلاً. إيه اختيار طبعاً له دور كبير. نعم. السقار خص يعني الطير خص الطير المزايل مع عبد الله. شلايل الطير. شلايل الطير من ضمن الكف محطوطة هذه في التقييم من ضمن الكف. فكبر طول الشلايل واللي هي دائما تشوف الطير اللي مغطي شلايله مغطية كفة ويعني تعطيه جمال أكثر، تقصر الحجل وقصر حجله الشلايل أكيد. إذا أضغط على كفوف الطير كل ما حولتها كل ما حولت كل ما وبياضها يكون ما فيها مثل الشخوط هذه، كل ما قدت صفت شوي صافية وقدت الشلايل هذه يعطيه ميزه كثيره طبعا. قصر ساق الطير وبالتالي تعطيه بعد كذلك جمال عبد الله وتعطيه درجات اعلى. الساق القصيره هذه ميزه في الطير. نعم في الميزه هذه كل ما الطير قد هجر نعم هجر وحجر وقد ساقه جليل ومتين هذه فيه ميزه. اصابع الطير كل ما تناسقت له بالطوال له بالقصار قد فيها أجيك حرش، حراشة كفوف الطير هذه بعد تعطيه ميزة، لأن الطير أكد لك أن الطير هذا وحشية الطير الناس بعضها يعرفه بحرشة الكف صحيح. عندك نعم مخالب الطير التناسق فيها اللي هو الطويلة والإحداد هذه حدادة المخلب لها ميزه بعد تقييم الطير. ابو عبد الله شوف لو لاحظ الحين في الاخير جايك مثلا اللي هو لون الطير، وهذا لون الطير هو اللي مثل ما تكلمنا عنه قبل اللي هو يعطيك 40% وهو كرقم يعني كبير، مو رقم ما مش رقم استهام به. طبعا مثل ما قلت لك اللون له درجة كبيرة اللي هو 40% وبياض كل ما انقلب عليه البياض مغطي راسه من راسه لمنح ومن حراره لين البياض هذا له درجة. يبدأ عندك من بعد البياض يبقى عندك الشقار حواف الريش مثل ما تكلمنا حواف الريش البيضة هذه لها درجة. صفاوة الظهر خلوة من الدق من الرش النمش هذه صفاوة الريش لها ميزة على في تقييم الطيور أكيد. طبعا بعد الله علاقة هالقطر مع الطير خاصة الطير الكاشف علاقة قديمة، فالناس يعني صحيح يربطهم معاه شيء. تذكر تحضرني سالفة الوالد الله يعطيه الصحة والعافية الوالد الشيخ خالد بن حمد، يقول كنا قانصين في فارس أنا على الساحل، يقولوا ضحينا في المضحاة جانا كواخ، يعني يقول جانا رجال شايل ذاك الطير الأشقر طير يمدحه الأشقر وعطانا قال هذا لكم. قلنا كيف؟ قال أنا كوخ صار لي فترة طويلة ما صدت ولا طير، أنت جيتوا نضح قيلتوا تباركتوا علي وهذا نصيبكم. قال يا تعال، قال لا ابدا ولا ابغي شيء انا هذا الطير لكم، ويقولوا راح يقول لحقناه واكرمناه ويعني ما قصروا فيه طبعا. يقول سبحان الله بس كان يوصف ان الطير هذا اللي طرح في عندهم اني في الساحل بالشقار وباللون الطيب ولون زين يعني كان يشكر عليه. لكن ابو عبد الله انا يعني اتوقع انه حسب اللي احنا نشوفه من حضرنا اللي حضرناه تحت في القاعه يوم كانت الطيور محطوطه للعرض ما شاء الله يعني حجم المشاركه كبير وكذلك مستوى الطيور مستوى مرتفع. طبعا مثل ما تفضلت مشعل حجم
حجم الحضور كبير جدا، 5-8 طير، وطيور نخبة، طيور بيض، طيور شقر، طيور طيبة جدا. وشفنا طيور القرانية سولو فروخ، الشقر طيور طيبة، نخبة نخبة فعلا مطلوب عليه شوط القمة. وأندر الطيور الموجودة في العالم موجودة عندنا فعلا، صحيح شفنا موجودة هنا، كذلك مشاركة أخواننا اللي من خليجي. الكويت ومن الخليج، وهذا والطيور الطيبة هذه كل جاي يشارك في مهرجان مرمي تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان الله يحفظه. أبو عبد الله، نلاحظ مثلا دائما في مسابقات الجمال، دائما هالمسابقات ما تخضع مثلا للعواطف، يعني دائما فيها شروط وقوانين حاسمة، يعني الطير لازم الطير ما يكون فيه شيء بالعذاريب، لأن هذه العذاريب ما طبعا ما في شيء اسمه مستبعد، لكن تأثر عليه ولا تخلي يشارك. يعني مثلا على سبيل المثال الطير مثلا فيه الزوايد طالعة طبعا ينحرم من المشاركة. هل لا أتكلم عن الطير مثلا فيه مثلا شيء في يده فاخ أو شيء؟ طبعا هذه تأثر على الطير أكيد، طبعا تأثر على تقييم الطير نفسه، مثلا الطير فيه شيء من الأمراض، فيه شيء من التلاعب مثل ما قلت لك، التلاعب بعد هذا ممكن واحد يجمل طيره ولا بيحام بحاول فيضره اكثر ما ينفع، بيضره ما شاء الله عليهم لجنه التحكيم ولجنه الفرز مشهود لهم بالكفاءه وحسن الاختيار والطيور. ان شاء الله هذه لو فيها تلاعب ما راح، يعني عبد الله اتذكر جيب الطيره على طبيعته يعني احسن. في المسابقه السابقه، الموسم اللي فات اتذكر شارك ويانا طير، كان الموسم اللي قبل ذاك الموسم كان هو ماخذ تقريبا الثاني، لكن الطير صار عليه مثل الوضحة في عينه وأثرت عليه. وكذلك في طير بعد معاه نفس الشيء، طير كان يعني كشكل ولون يعني كان مؤهل، لكن انه صار فيه انفاخ في واحد من اصابعه فحرمت المشاركة. دائما حتى لو تنظر على مسابقات الجمال في كل مكان في العالم، سواء خيل دائما الأشياء اللي فيها مثلا عذروب، خلينا نقول عذروب، ما يسمح لهم المشاركة. لا طبعا ما يسمح، لأن هذا عذروب مثل ما قلت أنت، هذا عذروب، كيف عذروب يشارك في الجمال؟ بينزل درجته، حتى لو كان في شيء ولا شيء بينزل درجته. بس نبي في نقطة نبي نوضحها للجمهور الكريم، إنه يعني الطيور لما انعرضت وهذا لا يعرف أصحابها على ولا شيء، يعني لو كان مجرد يدخل برقم مشاركة، بس رقم مشاركة لو كان فيه حجل فيه رقم يدل على صاحبه ينزع منه، يعني يشل منه ما يدخل على اللجنة، مش معروف كلش، يعني ما يستلمونه الإخوان يدخلون على اللجنة طير مش معروف صاحبه، على أساس الشفافية تكون على أكمل صورة. على ما قال حكامنا الحمد لله كلنا ثقة فيهم طبعاً. وهم الناس أهل الخبرة وهل ممارسة قديمة، ويعني فأكيد أنهم ما ترشحوا لهالمكان لأنهم كفوا لهالمكان اللي هم الموجودين فيه، وفي مطر على رب عبد الله هم والله في مكان لا يحسن عليه. يعني الطيور هذه الطيبة هذه في يعني الله يعينهم على الاختيار، الله يعينهم على يوفقهم. الحين أبو عبد الله لو تنزل مع الجمهور وتسألهم مثلا وش الطير الزين فيهم، لقيت الاختلاف عندهم أكيد. شوف كل شخص لو تجير صاحب تقول إيش رأيك في هذا الطير، هذا يعني هذا ممكن يأخذ الأول ولا شيء، قال لك لا هذاك الثاني هو اللي بيأخذ الأول. الله يعين الجناح، فما بالك يعني فيه يعني احضرني على وصف الشاعر يقول اجر الطويل عاتق وافي الاطراف يبيض نحر واشقر اليام قفيته جبر الثنايا كامل كله الاوصاف ما بام ما في معلفه لو مليته هجر نكراعة جبر وكفوفه اجلاف شفته ومن 20 طير انتقيته. الشاعر ظهر ان الشاعر ماخذ نفس الدرجات اللجنه اللي حطوها الرابع على نفس درجات يعني وصف الطير تقريبا شبه التوصيف نفسه. فما شاء الله يعني الله يعين اللجنة مثل ما قلت لك، طيور نخبة وطيور
بين فرخ وبين قرناس. لكن الملفت ابو عبد الله جدا، ابو عبد الله الملفت انه في هاي الموسم احنا شفنا ان في الفروخ دخلت السنه على العشرة. احنا طبعا نتمنى التوفيق للربع كلهم، لكن شيء حلو انك تشوف فروخ تدخل على القرانيس. طبعا كل ما اذا جاك الفرخ الطيب بيدخل، واحنا شفنا عندنا اول تنعام فرخ اخونا سعيد اخذ الاول قبل نعم قبل ستيت اخذ الاول كان فرخ. لا بس انا اقول لك يعني الحمد لله ان السنه شفنا يعني تغيير شوي. يعني هذه ميزه المهرجان انه جاب لنا الناس قامت تعنا وتجيب الطيور الطيبه عشان تشارك بها في المهرجان. هذا المهرجان ناجح بكل المقاييس، اللي جاب لنا نخبه الطيور ان تنعرض قدامنا ونشوفها ويشوفها الجمهور في قاعه واحده لقاعه كتاره. والله يا ابو عبد الله يعني يعني هذه يوم 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 حافل يوم طيب. مهرجان مرمي خدم الناس، يعني خدم الناس اعطاهم الفرصه يشوفون النوادر هذه في مكان واحد. يعني للامانه والله يعني قبل مرمي كانت الدور هذه تذكر، يعني ممكن جزء من الناس اللي يشوفها ما يشوف ايه وتشوف لك واحد وكل ما تشوف. لكن مثل ما الحمد لله تشوف النخبه هذه موجوده عندك في قاعه واحده، هذا شيء. الله يطول عمره شيوخنا ويخليهم ما خلوا شيء لنا، يعني جعلهم يسلمون. وفروا مسابقات اللي هي جوائزها جوائزها كبيره، جائزه ضخمه في كل مجال المسابقات، الذهبيه هاي ريشه وذهب مرصع بالماس. يعني والله انا ظلت ابو عبد الله ان الريشه لحالها تكفي على الجائزه. يا اخوي الناموس ناموس الحاله، خذ الريشه وبدل فصلتني مركز الفوز وناموس. يعني ناموس طيب، الناموس الناس تشتريه باغلى الاثمان، الناس تعنا وراحت عشان هنا عشان ياخذ المركز الاول. ولا قصور في يبي ريشه يعني مرمي، يبي ريشه مرمي طبعا حطها عنده ذكرى، وهذا انه اخذ فاز بالمركز الاول في مهرجان من اقوى المهرجان او اقوى مهرجان للحرف. هو اغلى جائزه اذا اكيد في العالم، لكن في الوطن العربي هو اغلى جائزه. هو أغلى جائزة والاكثر حضور، يعني اغلى جائزه وافضل طير عنده. يعني هو يملك حاليا افضل طير واجمل طير على مستوى الوطن العربي، لو قلنا انهم هم متخصصين في هذا المجال. ابو عبد الله يعني لو تكلمنا مثلا على الطيور والطيور الاصايل مثلا، انا اعتقد ان الطيور اللي احنا تعودنا عليها اللي هي تناسب هالمسابقات هذه، اللي هو الطير اللي ما تفاجأ فيه. تعرفه بعض الطيور تعطيك شكوك ان هذا مثلا وحش او تفريخ، لكن الطير اللي احنا متعودين عليه هو الاقرب انه يعني انك ما تشك فيه. طبعا كل ما الطيور المعروفه اللي احنا خابرينها من سنين وخابرينها مع ابوانا وشيبانا، يعني هذا الطير هو اللي انت قاعد تشوفه، انت اللي قاعد تقيمه، هو اللي هو المحبب. يعني اما طير بيجي يعني فيها اما تلاعب اما فيها طير داخله نسبه تهجين ولا مثل، طبعا يعني انا انصح لا تجيب، لان هذا عندك اللجنه ما شاء الله في لجنه ما راح يعدي عليها التفريخ او التهجين او هذا. فهذه الطيور هذه اللي هي طيور مطروحه وطيور عارفينها الناس ويعني او من القرانيس الموجوده وقد فازت قد شاركت، ما باول مره. يعني عبد الله شوف الحين لو تكلم مثلا يعني عن المسابقه هذه، او شوف اليوم تلقى يعني ناس تنتظر هالمسابقه ومركزه على هذه المسابقه، سواء اللي كان عنده الفرصه انه يحضر اكيد انه حضر. من جمال المسابقه وجمال الطيور والتنافس اللي فيها، يعني طيور لو تنظر للجمال مثلا الطيور ما شاء الله. يعني انا اعتقد ان انا والله الليل الحين انا برجع اكررها، الرجال اللي يدخل بين العشره يعتبر فايز. اكيد طبعا بين 85 طير يختارون الطير هذا من ضمن العشره، هذا فوز وهذا طير طيب وطير يعني متاهل وينعرض قدام الجمهور، قدام الحضور، قدام الشيوخ، قدام اللجنه تقيمه. هذه فوز، وهذا يعني انت
تفوق يعني وبتحصل الفوارق بينهم شيء بسيط يعني درجة بسيطة من الفوارق ما راح تكون كبيرة الفوارق بين الأول والعاشر يعني يمكن 4 درجات 5 10 درجات يعني هذه نسبة من 100% نسبة مش كثيرة يعني لو كانت الفوارق بينهم بسيطة فهذا أكيد يعني لأهله من ضمن العشرة أكيد إن له فوز وله ناموس مثل ما قلت لك يعني هذه نوادر الطيور الحين قاعدة تنعرض على الحضور أبو عبد الله احنا نشوف اللي نعرض يعني اليوم على اللجنة يعني طيور ما شاء الله يعني تستانس الواحد انه يشوفها عنده مسابقته في قطر او صحيح نعم يعني شيء مدعاه للفخر يعني هذه طيور الشجر طيور البيض طيور هذه يبغي لها عنوة يبغي لها تواريح توصلها أماكن بعيدة يبغي لها نقوة الطير الجنية يبغي لها مشترى غالي يبغي لها ناس يعني تقدم عليها وتشتريها وتجيبها وتحضرها هنا وتجهزها حق اليوم هذا اليوم اللي هو يوم المنافسة الكزمة تقدم في بين الطيور الطيبة بين قرن ناس وفرخ ملون هذه ما تشوف إلا هني في قطار عندك الله يعني أنا أعتقد أنا والله أشوف الشاشة أنا من الناس اللي يعني مستمتع من الجمال اللي يشوفه في الطيور المعروضة ما شاء الله شفت الحضور كل واحد تعال شلوا لي الطير هذا شلوا الله يجزاهم قاعد يستمتعون بالطيور هذه يصورون حتى اللجنة الله يجزاه خير وفرت رجال اللي يكون هو موجود عند الطيور في أثناء اللي هو قبل العرض على العرض العشرة كانت اللجنة موفرة ناس حق أنت لو اليوم جيت كزائر تشوف الطير لو جبك طير تقول له ممكن تشيله تفرع به يعني حتى مشتقات ألوان الطيور هذه يجيك مثلا الأشقر من الشقار من اللون الأشقر الزين اللون مثلا التبري يجيك من 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 الذهب اللون التبر هذا من تبر الذهب يعني حتى مشتقات اسمها من الألوان الصافية الزين الشيء الغالي الشيء الغالي المطلوب للشعال يجيك من شعال الشمس من شعال الشمس الأشعال الطير الأشعال يعني ألوان المتوهجة يعني الألوان المتوهجة هذه مواصفات الطيور هذه الطيبة الغالية أبو عبد الله أنا مثل ما شفت يعني حتى على مستوى يعني من الأشياء يعني الأشياء المميزة حتى درجات ممكن يعني حتى لو تروح على مثلا على ذيل الطير يعطيك 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 فرق يعني في الدرجة أو كجمال نعم بعد نعم يجيك شوف الحين لو فرش ذيل الطير يجيك دق البياض كامل سايح في الريشة يجيك الريشة كلها بيضة هذه يعني ميزة كبيرة في الطير ما يجيك مودع ريشة اللي ما مودع أفضل طبعا الطير اللي يجيك سبحان اللي يقول الله يوفق المشاركين كلهم كذلك الله يوفق اللجنة اللي هي يعني اختيارات صعبة جدا أنا أعتقد يعني الفوارق بسيطة بينهم الطيور كلها طيبة العشرة طبعا بالإضافة للطيور اللي ما تأهلت والحين شوف حتى في العرض قدام اللجنة تشوف أحد يقول لك هذا اللي كل واحد يعطي يبدي راية إن هذا بيكون والله عبد الله اللجنة هم في وضع صعب احنا اثنين ولا ثلاثة نختلف على مثلا هذا أزين ولا هذاك أزين فما بالك هذه اللجنة شافت لها 85 طير ولا إن شاء الله يعني فيهم الكفاءة بيض الله وجيههم وهم كلهم 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 كلنا ثقة فيهم كل الشكر للسيد خليفة سلطان الحميدي وكذلك راشد عبد الله الخاطر بيض الله وجيهكم ما قصرتوا على تحليل هذه البطولة طبعا بطولة المزاين إذا حضورنا الكريم ومشاهدينا الكرام أما الآن فقد جاء وقت تكريم أبطال هذه النسخة من مهرجان مرمي فليتفضل مشكورا راعي المهرجان سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني إلى منصة التتويج
بداية التتويج معاهدة التحدي، الثلاث أسماء طبعا اللي فازوا في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، بداية مع السيد علي سالم شهواني الهاجري فاز بالإكسس ومئة ألف، ألف مبروك. الفائز في المرحلة الأولى والثانية السيد محمد صالح حمد القمر النابت لكسز ومئة ألف، ألف مبروك. كذلك الفائز في المرحلة الأولى والثانية فريق تيوتا 200 ألف ريال، ألف مبروك. أما الآن أسماء الفائزين في عدد التحدي طبعا في المرحلة الأولى، محمد يوسف محمد الكواري 100 ألف ريال، ألف مبروك. عبد الله عبد الرحمن الإبراهيم المعضادي 100 ألف ريال، ألف مبروك. دعيكان هضبان حمد الفسل 100 ألف ريال، ألف مبروك. عبد الهادي حمد جدنه المري 100 ألف ريال. راشد محمد راشد البعينين 100 ألف ريال. حسين صالح شخبوط المري 100 ألف ريال. تركي ناصر خاتم العلي المعضادي، تركي ناصر غانم العلي المعضادي 100 ألف ريال، ألف مبروك. حسن خالد شاهين الغانم 100 ألف ريال، ألف مبروك. الشيخ تميم بن فيصل بن قاسم آل ثاني 100 ألف ريال، ألف مبروك. بندر مبارك شافي آل شافي 100 ألف ريال، ألف مبروك. هجرس مقرن هجرس الدوسري 100 ألف ريال، ألف مبروك. علي حمد عبيد المنصوري 100 ألف ريال. تركي مقرن هجرس الدوسري 100 ألف ريال. حمد راشد حمد السنيد 100 ألف ريال. راشد عيسى عبد الله المسيفري 100 ألف ريال. فريق الوعب ومن ينوب عنهم 100 ألف ريال. جابر علي عامر المري 100 ألف ريال. محمد صالح حمد القمر النابت 100 ألف ريال. جاسم سلمان الشيخ جاسم بن سلمان الشيخ سلمان بن جاسم عفوا الشيخ جاسم بسلطان بن جاسم آل ثاني، ألف مبروك. محمد فهد عياش المنصوري 100 ألف ريال، ألف مبروك. علي سعيد عفير المري 100 ألف ريال، ألف مبروك. Thank you.
طبعا الآن بيتم تكريم بطولة الصقار الصغير من سن 6 سنوات إلى 10 سنوات. الفائز في المركز الأول جابر علي سعيد جميلة من فريق أشبال تيوتا، ألف مبروك المركز الأول. الفائز بالمركز الثاني راشد خلف راشد البعينين، ألف مبروك المركز الثاني. الفائز في المركز الثالث كذلك سعيد علي سعيد بن جميلة أشبال تيوتا، ألف مبروك المركز الأول والثالث. بطولة الصقار الكبير من سن 11 سنة لين 15 سنة. الفائز في المركز الأول مبارك حمد مبارك الجربوعي، ألف مبروك المركز الأول. أما الفائز في المركز الثاني محمد سعد عبد اللطيف المسند، ألف مبروك المركز الثاني. الفائز في المركز الثالث سيف محمد سيف الكعبي، ألف مبروك. أما الآن بيتم تتويج بطولة الطلع المحلي. الفائز في المركز الأول محمد طالب هادي هليل المري VXR، ألف مبروك. الفائز في المركز الثاني السيد عبد الهادي حمد عبد الهادي الهدوان JXR، ألف مبروك. طبعا محمد بن سعد المسند ابو سعد بن عبد اللطيف المسند الله يرحمه ويغفر له كان من ضمن لجنة التحكيم على مدى 8 سنوات، والسنة هذه افتقدناه ان شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. الفائز في المركز الثاني فريق لوسيل سيارة تيوتا، ألف مبروك.
الفائز في المركز الثالث ناصر محمد ناصر النعيمي، ألف مبروك. أما الآن بيتم تتويج بطولة الدعو محلي لفارق الحر. الفائز في المركز الأول فريق إلزم، سيارة تويوتا جي إكس، ألف مبروك. الفائز في المركز الثاني حمد خلف أحمد المناعي، سيارة تويوتا، ألف مبروك. الفائز في المركز الثالث محمد صالح حمد القمرة النابت، ألف مبروك. بطولة الدعو محلي لقرناس الشاهين، الفائز في المركز الأول محمد يوسف أحمد المناعي، جي إكس تويوتا، ألف مبروك. الفائز في المركز الثاني محمد صالح حمد القمرة، سيارة تويوتا، ألف مبروك. الفائز في المركز الثالث فريق الوسيل، ألف مبروك. بطولة الدعو جير حر، الفائز في المركز الأول فريق الوسيل، سيارة جي إكس، ألف مبروك. الفائز في المركز الثاني فريق إلزم، سيارة تويوتا، ألف مبروك. الفائز في المركز الثالث ناصر محمد جابر ناصر الحميدي، ألف مبروك. بطولة الدعو جير شاهين،
الفائز في المركز الأول فريق الوسيل سيارة جي إكس، ألف مبروك. وكذلك الفائز في المركز الثاني نفسه فريق الوسيل سيارة تويوتا، ألف مبروك الأول والثاني فريق الوسيل. أما الفائز في المركز الثالث هو فريق إلزم، ألف مبروك. بطولة الدعو الدولي حر، الفائز في المركز الأول فريق الوسيل سيارة جي إكس، ألف مبروك. الفائز في المركز الثاني حمد خلف أحمد المناعي سيارة تويوتا، ألف مبروك. وكذلك المركز الثالث نفسه حمد خلف أحمد المناعي المركز الثاني والثالث، ألف مبروك. بطولة الدعو الدولي شاهين، الفائز في المركز الأول محمد يوسف أحمد المناعي سيارة تويوتا جي إكس، ألف مبروك. الفائز في المركز الثاني عبد الله عامر محمد الكعبي سيارة تويوتا، ألف مبروك. الفائز في المركز الثالث منصور محمد سيف النعيمي، ألف مبروك. بطولة شوط النخبة، في البداية أدعو السيد سلمان عبد الله عبد الغني إلى منصة التتويج. الفائز في المركز الأول في شوط النخبة هو فريق لوسيل في إكس إس، ألف مبروك. الفائز في المركز الثاني حمد خلف أحمد المناعي في إكس آر، ألف مبروك.
الفائز في المركز الثالث فريق لوسيل جي اكس ار، الف مبروك. أما الآن بطولة هدد السلوقي، الفائز في المركز الأول عبد الرحمن أحمد مبارك السليطي، سيارة جي إكس، ألف مبروك. الفائز في المركز الثاني خليفة محمد خليفة المهندي، سيارة تويوتا، ألف مبروك. الفائز في المركز الثالث محمد سعيد سعيد المريخي، ألف مبروك. أما الآن بيتم تتويج بطولة المزاينل، بداية بطولة المزاينل من فئة الحر الأدهم والأسود. نعم، الفائز في المركز الثالث من الثاني إلى الأول. الفائز في المركز الثالث هو راشد منصور محمد لدقم العذبة، ألف مبروك حصول المركز الثالث. أما الفائز في المركز الثاني في بطولة فئة الحر الأدهم والأسود رقم المشارك 35 صاحب الطير متعب سعيد تويم المنخس المري، ألف مبروك المركز الثاني. أما الفائز في المركز الأول في فئة الحر الأدهم والأسود رقم المشارك 21 ماجد علي خميس محمد المسلماني، ألف مبروك المركز الأول. أما الآن بيتم إعلان نتيجة بطولة المزاين لفئة الحر بداية مع المركز الثالث، المركز الثالث رقم 9 صاحب الطير فريق ركية، ألف مبروك المركز الثالث.
أما الفائز في المركز الثاني رقم المشارك 19 صاحب الطير سعد عيسى سعد جمع الكعبي، ألف مبروك المركز الثاني. أما الفائز بالمركز الأول في بطولة المزاين للفئة الحر لهذه السنة رقم المشارك 5 صاحب الطير الشيخ سعود بن عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، ألف مبروك. شكرا لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على هذا التكريم، وألف مبروك للفائزين كلهم. طبعا كل الشكر للحضور أصحاب السمو والسعادة والشيوخ والوزراء، شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم الحضور في هذا المهرجان، بيض الله وجهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي هم مال مزاين بيجوكم فوق صح؟ خلك معي خلك معي يلا يا مرحبا يا مرحبا بك هلا وغلا الله يحفظك. اي حول 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 الاستديو لين اجهز بقول لك يلا اوكي صلي هنا ولا بتصلي بتاني؟ طيب، بشرني عنك. صالح.
والله توني حلو شوف توه حلو مين موجود شوف نحن نتكلم تواجد ان شاء الله زمان جاي ان شاء الله تعالى الله طول قبلها ان شاء الله قبلها صرت له بيبي على طول بيبي على طول يا مان عارف وين هذا اللي يصير لي منو متعبي الفايز لا بيروح لا. الفايز بيروح بيروح فوق بس انا بعايض بعايض عايض توه هني كان بعد في حرب بالغانم شو مرزوق العازمي عضو لجنة التحكيم ايه يلا